دي حالة أسامة اللي هزت مشاعرنا في الاستوديو، لكن كمان هزت مشاعر كل المصريين، دغدغت عواطفهم. طفل يتحدث بتلقائية بعفوية: ماتت أمي ومات معها كل شيء، جملة ساحرة. ما كتبش موضوعا في التعبير عن الأم، كتب هذا السطر وكان كافيا للتعبير عن مشاعر طفل يتعلق بأمه. فلما ماتت كتب السطر ده اللي أعتقد أنه لا ينساه أي مصري، وأصبح من أشهر الأسطر اللي بتعبر عن حالة التلقائية الإنسانية والعفوية الإنسانية اللي تصدر من طفل. طبعا الناس كلها، عدد كبير من الناس اتكلموا وقالوا هنساعد أسامة، خاصة انه الأسرة لما كنا تناولنا الوضع المعيشي والاجتماعي، عايشين في البيت ده اللي انتوا هتشوفوه من صفيح، ما كانش فيه عندهم، بيناموا على الأرض في البيت الصفيح ده، ما فيش كهرباء، ما فيش عنده لا تلفزيون ولا بوتاجاز، ولا يعني حياة ليست آدمية، لا تتمشى مع الواقع المعاصر، يعني حياة صعبة جدا ومعقدة يعني. وقلنا يا جماعة انه صحيح في عائلات كتير في سينا بتعاني من التهميش، سينا نفسها بتعاني من التهميش، لكن كمان المشهد بتاع أسامة ده مع كل مشاعر الإنسانية، كنت أعتقد أنه الحكومة والمسؤولين والمجتمع كمان هيحتضن هذا النموذج العفوي التلقائي، اللي الحقيقة يعني احنا في حاجة إلى هذه النماذج. أنا مستضيف أسامة تاني لأنه والده توفي، أنا قلت امبارح بس هو توفي منذ أسبوع، وبالتأكيد كمان إيه اللي حصل مع أسامة؟ هو في حد ساعده؟ في حد عمل له حاجة؟ في حد يعني الناس بقى اللي انهمرت دموعها وده حصل فعلا يعني، وقالوا لا احنا مش هنسيب هذا النموذج بالشكل ده، ايه اللي حصل؟ مين ساعده ومين تخلى عنه؟ سما اهلا بيك، كل بداية في حياتك في وفاة والدك. والدك توفي امتى؟ الاسبوع اللي فات. والدك كان عيان يا أسامة؟ كانت معاه الدلتا. كان ايه؟ الدلتا كانت معاه، الجلطة. وانت برضو كل الايام اللي فاتت كنت بتشتغل زي ما كنت بتشتغل؟ يعني انت اللي بتنفق على والدك وعلى كنت بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل بجزم. بايه؟ بجزم بكانتينة. بيقطع السجر يعني، في بتقطع الشجر، نضف السجر كده يعني. بنقي الزيتون، بيجمع جمع الزيتون. بتجمع صح. الزيتون. أسامة عندك كام سنة دلوقتي؟ 13 سنة. 13. طيب، وبتشتغل حتى بعد الحلقة؟ اشتغلت كمان، كملت شغل يعني. اخواتك كام اللي موجودين معاك في البيت؟ واحدة. انت لوحدك؟ واحدة. واحدة. بالنسبة للبنات بنت واحدة واربع اولاد. طيب، انا هقدم كمان الاستاذ عبد الله اسكندر، وهو يعني الراجل اللي بيساعده، واللي هو كمان كان معاه في الحلقه اللي فاتت. واستاذ عبد الله اهلا بيك. اهلا بيك، بارك الله فيك. طيب، انا عايز قبل ما اسمع ده من اسامه، احنا عملنا الحلقه واعتقدنا انه لانه الناس طبعا تاثرت جدا بعفويه وتلقائيه طفل اكيد كتب سطرا عن امه، يعني ربما يعني لا يكتبه اكثر الحكماء حكمه يعني، وتجيله هذه العفويه والتلقائيه. مين اللي ساعده ومين اللي ما ساعدوش؟ بعد الحلقه يعني احنا تاملنا ان شاء الله خير، واتفقنا ان شاء الله ان لازم يساعدوا اسامه، او ناس تتبنى اسامه زي رجال الاعمال، زي الناس اهل الخير الموجودين. فتفاجأنا مفاجأة غير كده خالص يعني، ناس قلة بسيطة خالص من الأهالي ساعدوا بمبالغ بسيطة جدا. بالنسبة لجمعية مصر الخير ساعدت بالأدوات الكهربائية، مثلا زي الثلاجة،
بس في البيت الصفيح ولا البيت الصفيح بنوه؟ لا لا، في الاهالي، اهالي القريه تبرعوا له بالبناء البيت الحجر طوب. يعني البيت الصفيح ده حولوه لبيت حجر. لبيت حجر اهو، احنا شايفينه اهو. بيت كويس. حجر. مبدئيا يعني، بس ما وجمعيه مصر الخير جابت له الادوات جابت الكهربائيه. جابت له الغساله والثلاجه والسراير وفرشات برضو، يعني الحاجات البدائيه يعني للحياه الحقيقيه للانسان يعني. طيب، لكن انه يفضل بيشتغل لسه عشان يصرف على ابوه المريض بعد الحلقه؟ لغايه اليوم انا رحت، يعني انا رحت الصبح اليوم حوالي الساعه 8، لقيته هو رايح الشغل بجامع الزيتون برضه، في اخر جامع الزيتون يعني، في الايام الاخيره هذه. في الايام الاخيره انت في سنه كام في الدراسه يا اسامه؟ سته ابتدائي. يعني انت بتروح المدرسه وبعد ما بتخلص بتشتغل؟ الشغل على طول. تروح تقطع الشجر وتجمع الزيتون. تاخد يومية كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه. طيب، لا بقى، لا لا لا، مفيش حد، ولا المحافظ ولا حد شاف قال لما نساعد الطفل ده بحيث انه ما يشتغلش، ما يسيبوش كده يعني، ده طفل يعني. بعد الحلقة على طول يا رئيس مجلس المدينة بعت رئيس الوحدة المحلية، عملوا وقاية في أرض موجودة على جنب البيت، على جنب البيت الصفيح، على أساس إن نقوم إن شاء الله مباني، بس ما فيش حديد ولا اسمنت ولا حاجة بتعدى علينا أصلا، لا الشيخ زويد ولا رفح. لسه يعني هو مفيش. أمال البيت مبني بس طوب كده؟ مبني طوب ومعمول بخشب صبة يعني حوالي يمكن 5 سنتي، بدرجة يعني هو برغم المطر. وكمان ده يا جماعة في الشيخ زويد يعني، اللي هي منطقة بتشهد بنعاني معاناة صعبة الإرهاب وعمليات التطهير اللي بتقوم بها الشرطة المصرية والجيش المصري في مواجهة الجماعات الإرهابية. بتشتغل كل يوم يا أسامة ولا كل ما تقدر؟ كل يوم. كل يوم تخلص المدرسة وتروح تجمع زيتون، تقطع شجر عشان تاخد اليوميه اللي هي ال 20 جنيه. ودي اللي كنت بتصرف بيها على والدك المريض. والدك كان قاعد في البيت ما بيقومش يعني. انت بطل وراجل يا اسامه، وانت صوره يعني الناس كلها بتفخر بيك فعلا والله يعني. لكن للاسف كنت اتمنى انه الناس بقى اللي قالت لا، الطفل ازاي اللي بهذه المشاعر يشتغل عشان ينفق على عائلة يعني. ولا شفنا ده، ولا وزارة التضامن الاجتماعي، ولا حد انتبه. الأزهر وعد بالألف جنيه، ما شفناش حاجة. خاطب مديرية التربية والتعليم، واتصل بي بتاع العلاقات العامة في المديرية، وقال احنا هنبعت له 1000 جنيه كل شهر، وانا بعت له 1000 جنيه، ما شفناش لغاية اليوم هذا، ما فيش أي حاجة. وفي ناس وعدت برضو، ناس اتصلت من الامارات وناس اتصلت من السعودية، لكن ما شفناش حاجة على الطبيعة، حاجة ملموسة، ما فيش اي حاجة. لو الناس يعني بعض الناس بيتحمسوا وقتها بس، وبعد كده تاني يوم بينسى يعني، او لانه يعني مش صادق في ده يعني. يعني كل اللي جابوه الناس اهل الخير، ملابس، مواد غذائية، اكتر من كده ما شفتش حاجة لأسامة يعني. أسامة، والدك كان تعب في الفترة الأخيرة يعني، أنت كنت جنبه وهو تعبان. ما عرفتش توديه مستشفى ولا حاجة؟ وقبل موته بحوالي 3 أيام حضر أسامة عندي في البيت. وقال لي أنا عايز أحملك أمانة. والأمانة هذه بلغتها لأهله يعني، لأهل المتوفي. قال لي خطية أسامة في رقبتك. ده مين اللي قال لك؟ والده. خطية أسامة في رقبتك، 3 مرات كررها. قلت له ايش حكايتك يعني، انت بتودع ولا ايش بالضبط يعني؟ في ايه بالضبط يعني؟ بهزار معاك. فاتفاجأت يوم الاربع لما بقول الحاج احمد توفى الله. أسامة كان في الامتحان،
سامة طبعا انت ما يعرفش ان ابوه توفى، متعلق بوالدك. ما يعرفش ان ابوه توفى، اتفاجئ ان ابوه توفى. سامة عايزك تجمد كده، وانت يعني بسطر كتبته عن والدتك اثرت في الناس كلها، بس كمان والدك كان تعبان قدامك وبيموت وانت مش عارف تعمل له حاجه. وبيتالم كده، مفيش مستشفى توديه ولا في حد بيساعدك. طبعا احنا اختك كام سنه؟ اختي عندي 20 سنه. كام؟ 20. وما تعرفش تعمل حاجه، يعني انت اللي بتطلع تصرف على البيت. وتجيب الدواء لابوك من ال 20 جنيه اللي انت بتاخدها كل يوم. طيب اجمد كده، وانا يعني انت باللي كتبته عن والدتك ده معناها انك يعني عندك عفوية وتلقائية انسانية مش موجودة عند حد. يعني ازاي يبقى والده تعبان ومفيش لا مستشفى حد ينقله؟ احنا المشكلة عندنا الحذر. يا ريت نتمنى من الناس المسؤولين يا ريت تخفيف او رفع الحذر عن الشيخ زويد ورفح. بصراحة يا أستاذ وائل احنا بنعاني معاناة صعبة صعبة لأبعد الحدود. يا ريت نتمنى إن الحظر أقل مثلا يظل الساعة 10 بالليل للشيخ زويد ورفح، لكن احنا من بعد المغرب. لا حتى لو من، طب ليه الصبح ما راحش مستشفى؟ ما فيش بقى، ما فيش يعني العلاج، ما فيش العلاج. أنت عارف نظام الدكاترة والمستشفيات برضه لسه يعني يمكن بادئين بدايه لسه، ها بنقول يا هادي ان شاء الله في رعايه صحيه لكن مش بالصوره اللي احنا بنتصورها يعني. طيب اسامه عشان اذكر الناس، انت يعني لما كتبت السطر ده عن والدتك نقفل بس تليفون يا استاذ عبد الله، لما كتبت السطر ده عن والدتك انت فاكر الناس كلها، المجتمع اتاثر ازاي؟ الناس كلها اتاثرت باللي انت كتبته ده. والتليفونات اللي جت تتضامن معاك، حسيت الناس ما وقفتش جنبك حتى بعد اللي حصل؟ سابوك كده. بتشتغل كام ساعة يا أسامة في ال بطلع من المدرسة بشتغل لغاية العصر، من العصر بروح. يعني حوالي 4-3 ساعات. ثلاث ساعات. وشغل يدوي تقيل، يعني انت بتقطع شجر زي ما تقول وبتجمع زيتون. وده علشان تاخد ال 20 جنيه تنفق بيها على ابوك وعليك وعلى اختك. طيب لا اله الا الله. أسامة أنا طبعا يعني مش عايزك، وإحنا ليه يا جماعة أسامة من جديد؟ لأنه هو نموذج أهو أثر في الناس كلها، مجتمع أحيانا وبعض المسؤولين بتاخدهم الحماسة والحمية لعدة ساعات وبعد كده ليه؟ لأنه عمل الخير عندهم مش لا يكتسب مصداقية، وعمل الخير عندهم مش واخد طابع الجدية، هو واخد طابع الشغل الاستعراضي. أسامة اللي كتب سطرا عن والدته، فتداخل معانا بعض المسؤولين وأعلنوا إلا أنا هعمل له بيت وأنا هعمل له مرتب وإزاي الطفل يشتغل وهنعالج والده، فيش حاجة من دي يعني اللي تحقق القليل. يعني صحيح كويس إنه البيت الصفيح ده تحول إلى طوب، وكويس كان بينام على الـ على على الارض وما كانش عنده اجهزه كهربائيه فجابوا له يعني. لكن كمان الـ الطفل بالحاله دي وفي مكان فيه تهميش وفي مكان فيه لا ادميه، معقوله يا جماعه المجتمع يتجرد من انسانيته بهذا الشكل؟ والله السطر اللي كتبه هذا الطفل عن امه، هذا السطر اللي هز مشاعر العالم كله، لأنه حتى كل وكالات الأنباء العالمية اهتمت بيه
وكل الجمعيات المعنية بالإنسانية اهتمت بيه. يعني ان هذا السطر كمان كان يقتضي انه يحرك الجبل، لو في جبل هيتحرك، لو في مؤسسات متجمدة هتقول لا ما نسيبش اطفال بهذه التلقائية والعفوية الانسانية كده، ما نسيبهاش نهبا لانه يطلع يشتغل عشان يجيب 20 جنيه وينفق على عائلتي. الاب مات والاب كان مريضا ومحدش ساعده يعني. طيب هاخد معايا نقيب الموسيقيين امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر. يا استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازي حضرتك يا حبيبي؟ اهلا بيك استاذ هاني، اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك يا حبيبي، انا طبعا متابع حلقتك والحقيقه انا يعني اسامه انا بعتبره ابن من ابنائي، انا عايز اطمنه واقول له اذا ربنا سبحانه وتعالى أخذ الوالدة والوالد ربنا يرحمهم يا رب ويجمعنا بيهم جميعا في الجنة. لكن يا حبيبي يعني أنا واحد من الناس اللي حاسس بيك، وإن شاء الله ربنا يقدرني بمبلغ شهري مني ليك، أنا هتواصل مع برنامج حضرتك يا أستاذ وائل نشوف أقدر أوصلهم له إزاي. كل شهر في الشيخ زويد إذا في بنك هناك أو حاجة يعني احط له هذا. انا بشكرك على اهتمامك وعلى فعل الخير يا استاذ هاني، لانه الحقيقه ده كمان يرفع الروح المعنويه لاسامه اللي هو الطفل اللي جواه عفويه وتلقائيه انسانيه ربما لا نجدها في الكبار يعني. فانا بشكر حضرتك على ده، الف شكر. طيب أسامة، بس هاخد كمان الأستاذ عصام من القاهرة. أستاذ عصام اتفضل. أيوه أستاذ وائل. أستاذ عصام اتفضل، أهلا بيك، اتفضل. أيوه أهلا بحضرتك، أنا عايز آخد أسامة أربيه مع أولادي. أسامة الحقيقة ما تقدرش تبعد عن سينا يا أسامة، بتحب الشيخ زويد وبتحب يعني هو أسامة معاه أخته، وأنت عارف هذه العائلات دايما ملتصقة بالأرض يعني، وهي دي يعني مشكلتها في وطنيتهم الزيادة ومشكلتهم في تشبثهم وتمسكهم بالأرض. إنما لو في أي وسيلة يا أستاذ عصام إن شاء الله بجدية يعني نشوف نساعد هذا النموذج المبهر لطفل فقد الأم ثم فقد الأب، فنشوف إزاي تعملها إن شاء الله. استاذ محمد من القاهره، استاذ محمد اتفضل. يا فندم مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضل استاذ محمد، اتفضل. بحييك وبحيي ضيوفك، وحاله يعني مش عارف الواحد مش قادر يتكلم عنها بصراحه، يعني اسامه نموذج لحالات كتير جدا 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 موجوده في البلد. يمكن ظروف القاسيه قست عليه بزياده، في ناس ظروفها احسن من كده شويتين، لكن مش عارف يعني ربنا يكون معاه ان شاء الله. وكل الله. اللي بيسمعنا دلوقتي ان شاء الله يكون معاه، وانا على استعداد كامل واستعداد تام، ومش زي استاذ ابراهيم ما بيقول في ناس كتير سمعنا منها كلام وما حققتش، انا على استعداد كامل وعلى تام الاستعداد ان انا اكفل بسامة كفاله كامله 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 بمعنى الكلمه. ان شاء الله ربنا يديك على قد فعل الخير، الف شكر يا استاذ محمد. والحاج شريف من المعادي اتفضل. يا رب. استاذ شريف اتفضل. ماشي، شكرا. اتفضل اتفضل استاذ شريف، انت على الهوا، اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك. ازيك يا وائل باشا، سامعني؟ انا سامعك، اتفضل. ازاي سعادتك يا استاذ وائل؟ تمام الحمد لله، اتفضل. حضرتك؟ اتفضل. سامعني؟ سامعك، اتفضل. يا استاذ وائل، والله يا استاذ وائل خلي بالك، انا من المعادي وصاحب مصانع في المنطقه الصناعيه في الفساتين. الله يخليك، ومش بتكلم كده زي اللي اتصلوا قبل كده من الامارات او السعوديه، احنا مصريين نساعد بعضنا، المصري يساعد المصري، مش محتاجين حاجه من اي بلد ثانيه. طيب انا واثق في كده، وانا بشكرك، ونشوف ان شاء الله. كل يا جماعه يعني هنا المساله ازاي بس ان احنا نتكافل مجتمعيا مع عائلات. الحقيقة يعني دور وزارة التضامن الاجتماعي اللي هو العائلات التي لا عائلة لها، مش نموذج بس أسامة، نموذج أسامة
هو نموذج لأنه يعني تدفق إنسانيا بطبيعته بسبب العبارة اللي كتبها في الامتحان: ماتت أمي ومات معها كل شيء. لكن شوفوا بقى كم من النماذج لعائلات لا تجد من يعولها، فيقوم الطفل ده يطلع عشان يجيب 20 جنيه يوميا عشان ينفق بيها على الأسرة. وشوفوا العشرين جنيه ده أسامة بتدبر الحياة ازاي بالعشرين جنيه دي؟ بجيب فيها دواء لأبوي وجيب فيها طلبات. بتجيب دواء لأبوك أول حاجة، وبتجيب ايه تاني؟ أكل؟ وموس. وعايشين انتوا على 20 جنيه دي بس، مفيش دخل تاني؟ في بالنسبه لابوه معين بالنسبه لل 5% معوق عشان الاعاقه. في مدرسه كام بياخد فيها كام؟ يعني يمكن حوالي 1600 بالتجريب كده يعني. فالحين خلاص راح يعني، ما عرفش ايش يتم يعني. و1600 ده ما يجيبوش جزء من الدواء يعني؟ في الغلا والمعيشه الصعبه اللي حاليا احنا بنعانيها في شمال سيناء. المعيشه عندنا صعبه برضه. فيقوم يضطر الطفل انه يطلع يجيب ال 20 جنيه دي؟ اكيد بيضطر، لازم يعمل. وده شغل متعب يا استاذ عبد الله. اكيد طبعا. ما هو هذا نموذج زي ما تفضلت وقلت، هذا نموذج اسامه، نموذج من الاطفال الثانيه عندنا في الشيخ زويد ورفح كذلك برضه. والدك في اللحظات الأخيرة يا 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 يا, يا أسامة في وهو عيان ما 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 حاولش ما حاولتوش ما حاولش أي حد يساعدكم تعالوا ننقله مستشفى؟ يعني والدك كان بيموت قدامك كده؟ وأنت مش عارف تعمل له حاجة؟ طيب استاذ علاء حسنين. يا استاذ علاء اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ والله العظيم احنا بنشكر حضرتك على البرنامج العظيم اللي بيساعد فعلا الناس الغلابه في ظل حكومه فاشله ساقطه. والله يا ريت انت يمسكوك رئيس الوزراء عشان انت بتطلع مصالح الشعب بالفعل. انا هتبرع من خلال البرنامج، والتبرع شهري لمده 5 سنوات، يعني انا هدي له 1000 جنيه في الشهر لمده 5 سنين وابعتها للبرنامج عشان يوصلها له، عشان ما يقولوش ايه الكلام وصل او ما وصلش. لا احنا بيبقى التبرع بشكل مباشر على طول ان شاء الله. هنشوف ازاي ده يتم يا استاذ علاء. لمده 5 سنوات ان شاء الله، بدايه من بكره ان شاء الله. انا بشكرك يا استاذ علاء. ربنا يخليك يا استاذ وائل. بارك الله فيك. طبعا طبعا يا جماعه، هي القضيه مش هو التكافل المجتمعي، نعم، بس القضيه كمان مش قضيه انه تعالوا نشوف ده ازاي نجمع، لا، في تكافل مجتمع، بس بقى فين مؤسسات الدولة للعائلات اللي فيها بيضطر الطفل انه يطلع يشتغل علشان ينفق على عائلة؟ طفل اولا ده ممنوع، وده انتهاك للطفولة، ده ممنوع في وفقا للقوانين يعني. لكن اللي بيخلي الطفل يطلع يشتغل ايه؟ انه المجتمع بلا إنسانية. وقع زي دي والله مش تسقط حكومات، يعني وقع زي اللي أنا شايفها وما أكثر هذه الوقع. بس كمان هذا الطفل اللي انفعلنا معاه والحكومة انفعلت والعدد كبير من المسؤولين قالوا إنه الطفل اللي يكتب هذه العبارة التلقائية العفوية لازم نبقى معاه، وفي النهاية والده توفي والواد بيشتغل لسه بيجمع الزيتون وبيقطع الشجر علشان 20 جنيه يوميا. أستاذة سمر اتفضلي. أستاذ وائل أهلا بيك، اتفضلي. أهلا بحضرتك. أنا كنت عايزة بس أقول لأسامة يعني ما يزعلش إن والدته ووالده توفي، وإن دي يعني حاجة بتاعت ربنا وإن شاء الله ربنا هيعوض. هي المشكلة إن المجتمع توفى، المشكلة إن الحكومة توفت. أيوه يا أستاذ. كلنا ما الـ الـ الآباء والأمهات راحلون، لكن المشكلة كمان إنه إحنا في يعني مسؤولين هم اللي شيعناهم لمثواهم الأخير. يعني طفل وانفعل معه الجميع، وبعد كده بنسأل فيقولوا ده فقد والده، وبعد كده ما نعرفش حاجة يعني. ما حدش عمل له حاجه.
مظبوط. انا كنت حابه بس ابعت مبلغ كل شهر لاسامه، وكنت حابه اتواصل معاه يعني، يا ريت لو حضرتك هنوصلك ده بشكل مباشر مع اسامه ان شاء الله. استاذه نجاة اتفضلي يا فندم. طيب استاذ صبحي اتفضل. ايه مساء الخير استاذ صبحي اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير اتفضل استاذ وائل. اتفضل استاذ صبحي اتفضل. حضرتك احنا عاوزين نعمل في برنامج دريم صندوق للخدمات الناس الغلابه يا استاذ وائل. لا هو احنا الحقيقه بس واخدين اخذنا عهدا على انفسنا الا نفتح حسابا والا نجمع اموالا. احنا على طول زي ما عملنا مع وحدات الغسيل الكلوي، بناخد المتبرع يدفع للمرضى مباشره يعني، واحنا وسيط. احنا بندور يا استاذ وائل لو سمحت. بندور على وسيله اسهل للمواطنين لغير لاسامه ولغيره، وكلنا على استعداد للخدمات، نقوم بالخدمات معاكم ان شاء الله. خلينا يتم ده بشكل مباشر واحنا بنشرف على ده. يا ريت، يا اما ناخد الوزيره بتاعه الشؤون الاجتماعيه تعمل معانا خدمات، تعمل ونجيب الناس تصرف من صندوق، يعني الموظف على الصندوق. ان شاء الله نفكر في 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 ده. السفير ناصر شرباجي من سيناء. سفير ناصر اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. انا طبعا لسه بفتح على الحلقه بتاعت حضرتك، وبشكر كل الناس اللي بتتبرع لاسامه، وانا اول مره اعرف الحاله دي بصراحه موجود عندنا. انا مقيم في القاهره طول عمري، لكن انا بتبرع بقصه اسامه كلها مدى الحياه ان شاء الله، هو وعيلته واخواته. ويعني انا طبعا عايز اشكر كل الناس المتعاطفه، واكيد عندنا غير اسامه الافات، ولكن طبعا طبعا ان شاء الله ان شاء الله اسامه نموذج يعني طبعاً. كم من العائله. انا بشكرك سيد سفير، وهنوصلك باسامه، وهنكتفي بالقدر ده، لانه طبعا حاله التعاطف. اسامه بتبقى زعلان كده لما تحس انه انت طفل ومحدش بيقف معاك؟ نفسيا بتبقى تعبان. بس انت مواظب على انك بتروح المدرسه كل يوم يعني. في 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 سته ابتدائي انت السنه دي يعني. امتحنت في ولا لسه الامتحانات جايه؟ امتحن. امتحن؟ امتحن كمل امتحانات. تكمل امتحانات كده اسامه، وانت شايف الناس كلها متضامنه معاك، لانك انت الحقيقه طفل بفصيله الرجال يعني. معايا الاستاذ. طيب هو فاعل خير رفض ذكر اسمه، قال انه هيبني البيت لاسامه. اهلا بيك اتفضل. اهلا بسعادتك استاذ وائل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك اتفضل. اتفضل. انا متبرع ببناء بيت دورين اتنين لاسامه واخته، وراتب شهري لحد هو ما يتم تعليم او اخته تتجوز ان شاء الله. طيب انا بشكرك وهنوصلك بيه بشكل مباشر. وخلاص يعني يا جماعه، اذا كان هو والسفير ناصر قالوا انهم هيتكفلوا بحاله اسامه بالكامل. استاذ عبد الله، المنطقه كمان يعني واضح فيها مشاكل، يعني تهميش في حياه ازاي يعني، فيها مشاكل طحينه. أنا عايز أقول لك يعني. انا عايز اقول لك حاجه، القريه بالنسبه لقريه السكادره تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط، امتدادها 5 كيلو. ما فيش اي مشاكل فيها. ولكن عندي مركز الشباب، انا رئيس مجلس اداره مركز الشباب، قرار تخصيص طالع من 83 84 لغايه الحين ما تمش اي عشان حاجه عشان يبقى في مركز شباب، عشان يبقى يعني مركز مبنى. مع ان انا لو عايز اقضي على التطرف في الشيخ زويد فمحتاج يبقى فيه. لازم اتجه يا استاذ وائل، الشباب بيشرب مخدرات وممكن يتجه اتجاهات ثانيه، يعني ما اقدرش اسيطر عليها يعني. لا انا ولا الدوله. منطقه فيها ارهاب وبتقول فيه الشباب بيضطر بدا يشرب مخدرات. ده هنا ده انا اعمل مسرح واعمل مركز شباب وبعدين فين دور وزاره الثقافه؟ بعدين تقع على بحر الابيض المتوسط، يعني على الساحل. بعدين هنستفيد لو كان الملعب مثلا معمول ملعب كويس. هاخد اتفضل.
الطفلة فريدة أيضا عايزة تتضامن مع أسامة. يا فريدة أهلا بيك، اتفضلي. أهلا يا موائل. أهلا بيك، أنت عندك كم سنة يا فريدة؟ أنا عندي 9 سنين. 9 سنين، ربنا يخليك لأسرتك كده، وإن شاء الله نشوفك كبيرة كده. قولي. إن شاء الله. أنا هتبرع لأسامة بحصلت. بحصلت كلها. الله، جميلة يا فريدة والله. والله أنت أحسن من مؤسسات كبيرة، وأحسن من حكومة لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتحس. شوفوا يعني براءة الأطفال بحصلتها. فريدة عملتي كده ليه؟ نعم؟ عملتي كده ليه؟ حسيتي بمشكلة أسامة؟ طيب يا حبيبتي، ألف شكر يا فريد، شكرا. أسامة بعد ما ماتت والدتك طبعا أنت فقدتها يعني، ودخلت في كمان حالة الحزن اللي احنا شفناها معاك في الحلقة اللي فاتت يعني. وبعد ما مات والدك فأنت عندك إحساس أن أنت لوحدك يعني. لا انت مش لوحدك، وزي ما انت شايف الناس هتبقى معاك اهو، واحنا هنتابع ده معاك، لان ما كنتش اعتقد انه بالحاله، لانه اللي كان تدخل معانا كمان بعض المسؤولين، فخلاص قلنا في مسؤولين وقالوا ازاي انه هنسيب الحاله ده، ولا المحافظ عمل حاجه يعني. ما عملش المحافظ، فيه عنده ظروف صحيه طبعا. بالنسبة للشيخ زويد ورفح، انت فاهم يا استاذ وائل، الانسانية ملهاش حدود. ملهاش يعني. انا مش هقول والله اصل الشيخ زويد، انا مش عارف اوصلها. هيكلم رئيس مجلس المدينة، هيكلف رئيس الوحدة المحلية، لكن ما تمش من الكلام هذا ولا حاجة. اجوا عمل مقايسة، ماشي تمام. وطب احنا ما بنعاني، طب الحديد والسمنت مش هيعدي الشيخ زويد، لسه ممنوع يعدي الحين حاليا. ده احنا الوكل بنعاني معاناه على كمين الريس، بنقعد بال4 ساعات وال3 ساعات. انا مش عايز اعدي في مواضيع تانية خالص، احنا انا جاي مع حاله انسانيه. ان شاء الله، بس ده بيسلط الضوء على هي مش مشكله اسامه بس، هي مشكله مجتمع مهمش تماما. لما يبقى في البيت اللي احنا شفناه ده، اللي هو الاولاني اللي كان بيعيش فيه اسامه، يعني قولوا لي اي ادميه او انسانيه هنا. اسامه في ده انا عايز استعيد معاك، انت كنتوا بتناموا على الارض ومفيش كهرباء ولا في ميه، وبالتالي مفيش حياه، يعني حياه لا ادميه. طيب البيت فيه ده دلوقتي، اللي هو البيت الثاني بقى بعد ما تم بناء، انت قاعد فيه انت واختك دلوقتي، بس انت واختك. معاه 4 اخوات كمان، معاه 3 اخوات غيره. 3 اخوات مين تاني؟ 4 اولاد، هم 3 اولاد، هم 4 اولاد وبنت حاليا الموجودين، و4 بنات اتجوزوا، هم اصلا 9. يعني انتوا اللي قاعدين في البيت 4 اولاد وبنت. له ولد حوالي، يمكن في 2 اكبر من 3 اكبر من اسامه، اسامه اصغر واحد فيهم. يعني عنده واحد فيه 29 سنه، في واحد 18 سنه. في واحد 14 سنة. طيب سامع، عايز وانا بختم معاك استعيد تاني الجملة اللي كنت كتبتها عن والدتك، جات لك كده من جواك يعني، ما كتبتش حاجة تانية، كان مطلوب انك تكتب عن الام، كتبت بس السطر ده. طيب، وبالسطر اللي كتبه اسامة ده، يعني اسامة طبعا قليل الكلام كثير الأحزان والهموم، ربنا يكون معايا يعني. وده السطر اللي كان كتبه عن أمه، اللي أدى إلى تفاعل المجتمع معاه. توفي والده منذ أسبوع، فقلنا نسأل طب حالته إيه يا جماعة، طب الناس ساعدوه إزاي، وصلنا لإيه، لأنه كان اللي تداخل معانا بعض الجمعيات الخيرية وبعض المسؤولين يعني، فإحنا هنا ما تابعناش يعني. فوجدنا أسامة في هذه الحالة، لسه بيطلع يجيب 20 جنيه علشان ينفق على عائلته.
أسامة بشكرك ألف شكر وهنبقى معاك دايما إن شاء الله. عايز تقول حاجة أخيرة؟ عايز أكمل دراسة. عايز تكمل دراسة؟ أنت في مشكلة في إيه؟ في الفلوس ولا إيه؟ إنك أنت خايف تطلع من الدراسة عشان بتشتغل يعني. يعني عايز يكمل تعليم. يعني شوفوا الطفل يا جماعة ما عندوش مطالب تانية، عايز يكمل تعليمه. لا احنا بقى اللي ان شاء الله هنتكفل معاك بده. مين؟ هنتكفل معاك بده في مرحلة التعليم، وهنشوف ازاي، لانه هي دي الجريمة بقى، انه يبقى الطفل يبقى كل احلامه انه عايز يكمل تعليمه، ما قالش بقى انا عايز اللي قاعد يسمعه ده، ولا انا عايز فلوس، ولا عايز حاجة، هو عاوز يكمل تعليمه. وعاوز اوظف اخويا الكبير. أخوك كبير كم سنة؟ 29 سنة. أتمنى يعني هنا بقى لو توظيف، يعني محافظ شمال سينا لو بسمعنا إنه على الأقل يوظف أخو الطفل ده، الطفل اللي عنده كل هذه المشاعر الإنسانية، علشان يعول. يعني ما بطلبش، خلي بالكم، مطالب لنفسه، عايز اشغل اخويا وعايز اتعلم. استاذ عبد الله بيعطيني درس. تدي له درس؟ انا بساعده طبعا، انت عارف انا مش هتخلى عنه خلاص، لان انحطت الخطيه في رقبتي، ربنا يقدرنا ان شاء الله كده، وهذا دور رجال الاعمال، يعني قادرين بقدر الامكان ان شاء الله انهم يراعوا الاسر في الشيخ زويد ورفح بالذات. عبد الله دموعك دي الحاب بتكشف كل المنظومه الاجتماعيه والانسانيه في مصر، وكل يوم بيدي اطمن عليا هو بس يعني. لكن انت مالكش حد تاني. لا كلنا هنبقى معاك ان شاء الله. ان شاء الله هذا واجب علي اصلا. وتصمت كده وما تعيطش. انت احيانا بتقعد تعيط بالليل لوحدك؟ حالته النفسيه كانت تعبانه شويه، وضعه كان صعب الحمد لله. لا ما تعيطش وما تتعبش نفسيا بالليل، واحنا بنتقدم لكم بالشكر وللقناه ولجميع العاملين. بصراحه انتوا اللي تبنيتوا القضيه من اول على اخر، يعني بصراحه ربنا يكرمكم ان شاء الله ويجزيكم خير. ان شاء الله ربنا بسيادتك وجميع العاملين في القناه ان شاء الله. اسامه ان شاء الله الانسانيه اللي جواك دي كلها في سنك الصغير دي هي اللي هتنتصر. انما هتكمل تعليمك ان شاء الله، مش انت عايز كده؟ وعايز اخوك يشتغل ان شاء الله، والبيت ده ان شاء الله نحاول نشوف مع الناس اللي التكافل المجتمعي ده انه يبقى بيت ادمي يعني، ويبقى في عندك فيه كل ادواتك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ومش هتعيط بالليل تاني ولا تجي لك الازمات النفسيه اللي بتجي لك بالليل دي؟ ان شاء الله هتبقى احسن ان شاء الله. ان شاء الله. اسامه حاله موجوده في كثيرا، لكن حالة الطفل دي تحديدا هزت مشاعر كل المصريين. سطر كتبوا في الامتحان: ماتت أمي ومات معها كل شيء، هز مشاعرنا جميعا. لو كانت الحكومة جبلا كان يتحرك ويقول هذا الطفل نموذج هنطبطب عليه، مش هنخليه يشتغل عشان يجيب العشرين جنيه عشان ينفق على عائلتي. أبوه العيان كان ممكن يتعالج، أخوه اللي مش لاقي شغل كان ممكن يلاقي شغل، لكن للأسف الشديد في ظل انهيار المنظومة الاجتماعية والإنسانية في مصر هنعمل إيه؟ لم يعد هناك متنفس للناس إلا الشاشات. وبعض الناس يقول لك هو أنتوا بتلموا للناس على الشاشات، هو إحنا لقينا ملجأ تاني ولا وسيلة تانية؟ هو إحنا لقينا مؤسسات حكومية بتلعب الدور الاجتماعي؟ هو احنا حتى بعض المؤسسات اللي بتلعب الدور الاجتماعي كمان احيانا بتتقاعس يعني.
وبالتالي دموع أسامة بتكشف وتفضح منظومة الإنسانية في مصر سواء كانت حكومية أو مجتمعية. بعد الفاصل هنستقبل الفنان الكوميدي الكبير أحمد آدم علشان الفيلم اللي بيثير أيضا جدلا الآن، وهنتكلم دايما مع أحمد آدم، هو خلطة أيضا فيها الكوميديا وفيها السياسة، فيها الضحك وفيها أيضا الخلطة الإنسانية. بعد الفاصل هنكمل معكم.